السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، واليوم سوف نتكلم عن موضوع يعني سئلت فيه كثير، ويمكن سبحان الله ده اللقاء الثالث في الكلام عن رؤية القبلة أو التقبيل في المنام. طبعا اللي متابعني أول بأول هيعرف إن أنا في الفترة الماضية القريبة رفعت فيديوهين اتنين عن القبلة والتقبيل. أما النهاردة أنا بعمل إيه؟ النهاردة في بعض الرؤى لم أتكلم عنها في اللقاءين الماضيين، وعلشان كده قلت لا، لازم أعمل لقاء ثالث في رؤية القبلة، لأن بتسأل في الموضوع ده كتير. وطبعا كل الرؤى اللي هتكلم عنها النهاردة طبعا لم تذكر في اللقاء الماضي إلا في بعض الرؤى لسبب بسيط، علشان خاطر احيانا ممكن لما بتكلم عن فيديو، طبعا الاصل ان انا اتكلم النهارده عن اشياء اللي ما ذكرتهاش في الفيديوهات السابقه، فبلاقي في التعليقات اللي اول مره بقى يشوف الفيديو يقول لي طب انت ما اتكلمتش عن كذا وعن كذا وعن كذا، ارجع انا بقى اعلق واقول له ارجع الفيديو الاولاني. لا، ففي بعض الرؤى احتاجها علشان اكمل الموضوع، علشان اللي يشوف الفيديو ده يكون مثلا في غنى عن انه يشوف الفيديوهات الثانيه، او لو حابب يتوسع في رؤى اخرى يرجع للفيديوهات السابقة. فرؤية النهاردة أو موضوع النهاردة عن التقبيل، تفسير أحلام رؤية التقبيل في المنام. النهاردة هتكلم عن 22 رؤية، 22 رؤية عن رؤية التقبيل في المنام. أول رؤية معانا في اللقاء النهاردة وهي رؤية القبلة في المنام عموما، تدل على احتياج الرائي إلى الحب وإلى العطف وإلى الحنان. يبقى بعض الناس لما تشوف القبلة في المنام، الناس دي بيبقى عندها نقص في قضية المشاعر العاطفية، ده بداية. اتنين، رؤية أشخاص يقبلون بعضهم. أنا واقف في المنام وشفت في ناس بتقبل بعضها، هذه إشارة إلى تدخل الشخص الرائي اللي هو أنا، اللي أنا شفت الرؤية في شؤون الغير. أنا راجل حشري وبتدخل في شؤون الناس، رؤية أشخاص كتيرة، أكتر من اتنين أشخاص كتيرة يقبلون بعضهم. هذه الرؤية تفسر صفات الرائي بأنه شخص بيتحشر في شؤون الناس. طيب، ثلاثة، رؤية الزوج يقبل زوجته. هذه الرؤية تدل على مدى حب الزوج للزوجة، فهي رؤية محمودة للغاية. أما رؤية القبلة في الرقبة أو في العنق، هذه الرؤية تدل على الرغبة الجنسية لصاحب الرؤية. صاحب الرؤية عنده رغبة شديدة جدا في العلاقة الحميمية، سواء بقى إذا كان شاب أعزب فهو نفسه يتجوز، أو سواء إذا كانت بنت عزباء نفسها تتجوز، أو حتى متزوج أو متزوجة برضو يكون نفس المعنى، عنده رغبة وقت ما شاف الرؤية دي للعلاقة الجنسية. رؤية القبلة على الخد، هذه الرؤية تدل على مدى المودة والحب بينك وبين من قبلته على خده، لكن بشرط ان الشخص اللي انت قبلته على الخد ده انك تكون عارفه، او هو قبلك مش فارقه، المهم التقبيله على الخد لشخص تعرفه، ده بيعكس مدى الموده والحب بين الشخص الذي قبل وبين الشخص الذي قبل. طيب، القبله لشخص معروف تدل احيانا، هي نفس الرؤيه بس ده معنى تاني، تدل أحيانا على محاولة إرضائه. أحيانا ممكن يبقى عندي شخص بحاول أرضيه على قد ما أقدر، فأقوم أشوف في المنام إن أنا بقبله على خده، فدي معناها إن أنا بحاول بقدر الإمكان في الحقيقة إن أنا أرضي هذا الشخص الذي أقبله على خده. طيب، رؤية القبلة لشخص أنا متخاصم معاه، هذه الرؤية تدل على الصلح بينكما. لو شفت شخص انت متخاصم معاه وشفت انك قبلته في المنام،
معناه ان هيبقى فيه صلح بينكم ان شاء الله تبارك تبارك وتعالى. طيب الرؤية اللي جاية رؤية الزوجة، لو شافت من يقبلها على خدها وكان هذا الرجل وسيما، هذه الرؤية تدل على الأخبار السارة، لكن هي لا تعرفه. يعني المرأة المتزوجة شافت في المنام إن في شخص جميل قوي وجاء وقبلها على خدها، هنا بنقول لها إن في أخبار سارة سوف تأتيك في المستقبل إن شاء الله. طيب نفترض العكس، مش إن المرأة هي اللي قبلته، لا، إن اللي قبلها رجل قبيح وليس وسيما، عكس المعنى الأولاني اللي هو سوف تسمع أخبار سيئة ومع شديد الأسف. طيب رؤية المرأة الحامل أن هناك من يقبلها، لو شافت المرأة الحامل أن هناك من يقبلها في المنام، هذه الرؤية تدل على الولادة السهلة الميسرة لها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما رؤية البنت العزباء من يقبلها على خدها، فهذه الرؤية لا تحتاج إلى تفسير، لأن معناها واحد، وهو أن هذه الرؤية بشرى لها بالزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نفترض لو أن البنت العزباء رأت أن القبلة جاءت من الحبيب أو من الشخص الذي تحبه، هذه الرؤية تدل على شدة رغبتها في الزواج من هذا الشخص. يبقى البنت العزباء لما تشوف الشخص اللي هي بتحبه في الحقيقة شافت أنه هو بيقبلها، غالبا أنا عن نفسي دايما أفسر الرؤية دي أنها مش رؤية ولا هي حلم من الشيطان، وإنما هي حديث نفس. لكن دعونا نقول بأن عندها رغبة شديدة في الارتباط به، وكون إن أنا بقول الكلام ده بالفعل بيأكد اللي أنا بقوله، إن دي حاجة في العقل الباطن عندها، فانعكس هذا الأمر عليها في أحلامها أنها رأت من يحبها يقبلها على خدها. طيب رؤية البنت العزباء أن أحد الأقارب قبلها، هذه الرؤية تدل على أن هذا الشخص يحترمها جدا. بنت العزباء شافت حد أو شخص من عيلتها، أو شافت مثلا حد من الأسرة اللي عايشة فيها، أنه مثلا ممكن يكون أخوها أو أختها. لو شافت البنت العزباء أن أحدا من أقاربها أو من أسرتها أو من عائلتها يقبلها، هذه الرؤية تدل على أن الشخص الذي قبلك في المنام يحترمك جدا ويقدرك حق التقدير. رؤية البنت العزباء أن شخصا غريبا يقبلها، هذه الرؤية تدل على الاستقرار لها إن شاء الله تبارك وتعالى، سواء إذا كان استقرار في الحياة العلمية في الدراسة مثلا، أو حتى في الحياة العملية اللي هي في الأسرة والمعيشة، فهذه الرؤية تدل على الاستقرار إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية البنت العزباء أن شخصا يقبل امرأة، هذه الرؤية تدل لها على الزواج، هي بعيدة خالص عن موضوع القبل أو التقبيل، لا هي بتقبل حد ولا حد بيقبل، لكن هي شافت في الرؤية وواقفة كده تتفرج، شافت في شخص بيقبل امرأة، هذه الرؤية تبشرها بالزواج، وأحيانا تبشرها بالأخبار السارة المفرحة السعيدة التي سوف تأتيها في المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب لو إن البنت العزباء شافت إن في بنت عزباء تقبلها وهي تعرفها، هذه الرؤية تدل على الحذر، كل الحذر من هذه الفتاة، لأنها تمشي بين الناس بالنميمة، بمعنى إنك ما تديلهاش سرك ولا تقولي لها على حاجة، لأن البنت دي ما بتحفظش سر. الرؤية تاني علشان نبقى فاهمين، عشان نبقى مركزين، لو البنت العزباء شافت بنت عزباء زيها شافتها في المنام بتقبلها وهي عارفاها في الحقيقة، الرؤية دي معناها انك تحذري من هذه البنت، احذري منها، وكل واحد على حسب حالته. طيب الرؤية اللي بعد كده رؤية من يقبل ميتا، شفت في المنام ميت
وشفت إن أنا بقبله. هذه الرؤية جميلة جدا، تدل على الخير الكثير الذي سيأتيني في المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، رؤية تقبيل الأبوين، الأب والأم، هذه الرؤية يعني سبحان الله دي من الحاجات اللي أنا كررتها كتير. هذه الرؤية تدل على إن أنت شخص، سواء بقى أنت رجل أو امرأة، إن أنت شخص بار بأبيك وأمك، رؤية تقبيل الأبوين في المنام. أما رؤية تقبيل امرأة كبيرة في السن، رؤية دي أنا ما ذكرتهاش قبل كده، ولكن قبلت هذه المرأة الكبيرة في السن، ست كبيرة في السن، يعني تعتبر خلاص يعني ظهرها انحنى من السن الكبير اللي هي وصلت له، وفي نفس الوقت شفت ان انت بتقبلها في فمها كمان. ما معنى هذه الرؤية؟ هذه الرؤية سيئة للغاية، تدل على انك شخص ترتكب للذنوب والمعاصي، او انك ستفعل افعال سوف تندم عليها. لو جينا ركزنا في الرؤية، ان الست الكبيرة دي اساسا في الحقيقة لا تشتهى، فانت لما تيجي تشتهيها في المنام وتقبلها في فمها وهي ست كبيرة تجاوزت 70 و80، فالرؤية معناها ان انت بتشتهي الحرام، او انك سوف تفعل اشياء سوف تندم عليها، ده معنى الرؤية. رؤية الزوجة تقبل الزوج، واضحة انها تحب زوجها جدا. رؤية تقبيل امرأة، لكن انا شفت في المنام انا كرجل بقبل امرأة، لكن قبلتها بدون شهوة، بوس عادية، قبلة عادية. ما معنى هذه الرؤية؟ هذه الرؤية لو انك تعرف هذه المرأة سوف تنتفع منها، اما بمال او منفعة بصفة عامة، او انك سوف تنتفع منها بنصائحها وارشادها. اخر رؤية معانا، وهي رؤية تقبيل الزوجة لرجل تعرفه، وهذا الرجل يعني ليس قريبا منها وليس من أسرتها ولا هو زوجها ولا ابنها، لا هو رجل هي تعرفه في الحقيقة. طبعا في الحقيقة ما ينفعش، ولذلك الرؤية تدل على زوال هموم وتفريج كروب إن شاء الله تبارك وتعالى، لو رأت الزوجة أن رجلا تعرفه يقبلها في المنام. دي كانت بعض الرؤى عن تفسير رؤية التقبيل في المنام. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.